ينطلق في منطقة عسير ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي اضطراب التوحد بعدد من البرامج والفعاليات. تفاصيل أكثر راح تكون حاضرة مع زميلنا محمد الأحمري من هناك. محمد مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ يسعد مساكم بكل خير. بالفعل من ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي اضطراب التوحد والذي يقام هنا في منطقة عسير، ويشهد في هذا التوقيت حضور أعداد كبيرة من مختلف أطياف المجتمع للحديث أكثر عن هذا الملتقى وماذا يقدم لذوي اضطراب التوحد. يسعدنا أن نرحب بالأستاذة أريج المعلم، أمين جمعيات التوحد. نرحب فيك أستاذة أريج، وسعيدين بتواجدك معنا على شاشة السعودية. أهلا وسهلا، الله يحييكم جميعا، وشكرا لحضوركم وتغطيتكم هذه الفعالية. اليوم الملتقى هذا هو ثالث ملتقى تقيمه جمعية أسر التوحد على مستوى منطقة عسير. الملتقى الأول كان لخدمات التوحد على مستوى المملكة على مستوى منطقة عسير، والملتقى الثاني كان الخدمات الصحية على مستوى منطقة عسير لذوي التوحد، واليوم هي تغطية الخدمات التعليمية لذوي التوحد على مستوى منطقة عسير. حظينا الحمد لله بمباركة من سمو سيدي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز في رعايته واهتمامه في هذه الملتقيات وحث الجهات للمساهمة فيها. اليوم الجميل في هذا الملتقى أن الحضور ليس فقط من المختصين والمسؤولين، بل أيضا الأسر الذي يعني لديهم أبناء من ذوي التوحد حاضرين معنا اليوم، يشاركون في المناقشات وفي القرارات وفي التوصيات اللي راح نطلع فيها بإذن الله في هذا الملتقى. الله يعطيك العافية، شكرا لك وسعدنا بتواجدك معنا. الله يعافيك، شكرا لك، تسلم. أيضا ينضم معنا الأستاذ فايز الأسمري، مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم عسير. نرحب فيك. نبغى نتكلم عن جهود التربية الخاصة وتعليم عسير بشكل خاص في هذا الملتقى. الله يحييكم. في الحقيقة انطلاقا من اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا من ذوي الإعاقة، وتزامنا مع فعاليات خلال هذا الأسبوع اليوم العالمي لأشخاص ذوي الإعاقة، وبحرص شديد من سيدي صاحب السمو الملك الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على تقديم جميع الخدمات لهذه الفئة، وأيضا تفعيل المناسبات والأيام العالمية. تقيم الإدارة العامة للتعليم منطقة عسير بالشراكة مع جمعية أسر التوحد معرض لإبراز إنجازات طلاب وطالبات التربية الخاصة بمنطقة عسير، وأيضا الشراكة في إقامة هذا الملتقى. الله يعطيك العافية، شكرا لك وسعدنا بتواجدك. شاكر وقدر. الله يعطيك العافية، شكرا. إذن هذه الصورة من هذا الملتقى اللي يشهد حضور كبير. أيضا يقام على هامش هذا الملتقى عدد من ورش العمل وأيضا المعارض المصاحبة. أعود لكم بالصوت والصورة في الاستديو، تفضل. شكرا محمد، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيوفك الكرام.